من هي شبيهة سيدرا بيوتي؟ حفلة عيد ميلاد غيث مروان شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع غير تسرى اللي تفعلوا بمجموعة من الاستوريات وهن نعم يجهزوا حالهن اليوم لحفلة عيد ميلاد غيث 31 سنة، واختار غيث انه يعزم كتير مشاهير من بينهم لانا ولين محمد. اترككم على المقطع. جايز مثل ما شايفين بدلنا للبس السباحة لانه في كتير اكتيفيتي السباحة، وعندنا هون الجرجير مارق فبدنا نطلع نسبح. خايفة ما بعرف اسبح، بس في زحاليط هيك يعني ما في اشياء غنيه فعادي وبس. نمر الى شهد زوجة خال نارين بيوتي اللي بعثوا لها المتابعين انه بنتها ميلا عم تشبه سيدرا بيوتي، وهذا كان جواب شهد. التعليق، في حدا قال لك غيري انه بنتك تشبه سيدرا؟ بنت اخت زوجك شبه مو طبيعي، تشبه سيدرا؟ حتى اختك بتقول نفس الشيء، كانت لما هي وصغيره بتشبه ميرا. احيانا بتعطي لحظه ما بعرف، هلا هم قرايب يعني عرفتوا، فاكيد لازم يجوز في لمحات او بتحسوا ما بعرف نفس الدم ما بعرف في ممكن في لاحه بسيطه ايه، يعني مو نفس شو اسمه نفس العائله فمشان هيك.